السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع موضوع آخر من متاعب الحركة، مرض تكون العظم النقص. مرض تكون العظم النقص. مرض تكون العظم الناقص أو باللغة الأجنبية Osteogenesis Imperfecta، باللغة اللاتينية Osteogenesis Imperfecta. لهذا المرض خصائص مميزة معروفة، كما في هذه الصورة مثلا لهذه الطفلة نجد عندها خصائص معينة. ما هي هذه الخصائص؟ نستطيع تلخيص هذه الخصائص في نقطتين. أولا، هناك خلل في تكوين النسيج العظمي، وبالمقابل أيضا اضطراب في مادة الكولاجين. اضطراب في مادة الكولاجين، معنى هذا الكلام أن للطفل أو لهذا الطفل خلل في عملية هدم العظم. نعرف أن العظم يعني ينمو بنمو معين، يحدث فيه تكوين في الخلايا ولكن يحدث له أيضا هدم. هنا عنده خلل في عملية هدم العظم، وعنده استمرار في تشكل العظم وبناء العظم، يعني كأن العظم ينمو ويكبر وكذا، ولكن في نفس الوقت ما عندهش قدرة أن يتخلص من الخلايا اللي حصل فيها هدم. فأكثر ما يظهر على الأطفال المصابين بهذا المرض هو التشوه، تشوه العظم. نجد العظام الطولية أو الطويلة سواء كانت عظام الساق أو الفخذ أو الأطراف العلوية نجدها مشوهة، نجدها معوجة. كما نجد أيضا أن العمود الفقري أيضا مشوه، أيضا فيه زوايا معينة، فيه انحناءات وفيه بروز معين في الظهر، دليل على وجود تشوه. لماذا التشوه؟ لأن يتشكل العظم يستمر ولكن عملية الهدم لا تتم بطريقة طبيعية. وقد يولد الجنين ميتا ويكون مشوه، يكون أطرافه غير طبيعية كما في الصورة اليسرى، أو يولد وهو مكتمل النمو ويتنفس ويحيا ويعيش ولكن أطرافه مشوهة. من العلامات الواضحة على هؤلاء الأطفال أيضا زرقة العيون، يعني البياض اللي في العين يصبح لونه أزرق. كذلك عنده ضمور في الفكين، عنده بروز في القبص الصدري. لو أجرينا فحص بالأشعة عند هؤلاء الأطفال نجد عندهم تشوه في عظام الساق، كذلك يحدث عندهم كسر بكل سهولة، كذلك يكون عنده تقوس في الأطراف، يبدأ قصير في قامته في طوله. هذه اللوحة تبين لنا زرقة بياض العين، يعني السواد يبدأ عادي ولكن محيط بها بياض، البياض هذا يبدو لونه أزرق، يميل إلى اللون الأزرق، كعلامة مهمة جدا لتكون العظم الناقص اللي نسموه Osteogenesis Imperfecta. من الشائع جدا أيضا وجود تشوه في الأسنان، عدم اكتمال تكوين الأسنان عند الطفل المصاب بهذا المرض. نجد أن الأسنان شكلها غير طبيعي، غير مكتملة النمو. كما هو الحال عند هذا الطفل، لديه أسنان مشوهة وضامرة ولونها غير طبيعي، تركيبها لا يساعد على مضغ الطعام بطريقة جيدة. من الشائع عند الأطفال المصابين بهذا المرض أن يحدث عندهم كسور متراكمة وراء بعضها، باستمرار تحدث كسور وتلتئم كذلك بطريقة غير طبيعية، التئام العظم المكسور في حالة العظم الناقص ولكن بصورة مشوهة كما في هذه الصورة. هنا أجريت عملية جراحية لتصحيح مسار الفقرات عند طفل مصاب بمرض تكون العظم الناقص وبالتالي لتشوهات العمود الفقري.
هذه الصورة تبين لنا تدريب الطفل على المشي بعد تثبيت الكسور جراحيا وتقويم الأطراف السفلية جراحيا ثم كذلك بالجبهر. ونعلم كذلك أن الكرسي المتحرك له أهمية كبيرة جدا عند الأطفال بتكون العظم الناقص. وأكتفي بهذا القدر من المعلومات عن هذا المرض المعقد، وربما إن شاء الله في فرصة قادمة نتحدث عن هذا المرض بشيء من التفصيل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.